الصحفي نايف الهشلمون رئيس مركز الوطن في مدينة الخليل بفلسطين. بخصوص زيارة الأجانب إلى مدينة الخليل بالذات وفلسطين بشكل عام، أرى أن الأمر مهم جدا، وذلك لأنه مهم أن ينقل الصحفي ما يراه هنا وينشره، لأن الإعلام الخارجي يشوه حقيقة ما هو موجود تحت الاحتلال وممارسات الاحتلال العنصرية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني. كما أعلم كثير من الأجانب وخاصة الأمريكان ومنهم أمريكان يهود يغيرون معتقداتهم ومناصرتهم، يصبحون مناصرين للشعب الفلسطيني بعدما يزورون البلد ويشاهدون الممارسات غير الإنسانية التي يمارسها الاحتلال. أرى أنه علينا كصحفيين التعامل مع هؤلاء الزملاء وتسهيل مهامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه للوصول إلى الحقيقة ومصدر المعلومة.